نظمت جمعية نون لبناء السلام ضمن مبادرتها التي تحمل عنوان العيادة القانونية المتنقلة نظمت جلسة حوار حضرها عدد من اللاجئات حول تسجيل الزواج والولادات في لبنان نظرا إلى قلة المعلومات لدى اللاجئين فيما يخص هذا الموضوع. في سبيل نشر مزيد من الوعي والمعرفة بين اللاجئين، نظمت جمعية نون لبناء السلام ضمن مبادرتها التي تحمل عنوان العيادة القانونية المتنقلة جلسة حوار حضرها عدد من اللاجئات حول تسجيل الزواج والولادات في لبنان. هلا نحن كثير في صعوبات هون بلبنان عم نواجهها بالنسبه لتسجيلات الولاده، بالنسبه لهويات الاطفال، بالنسبه لحتى الجوازات السفر اللي نحن بدنا نطلعهم عم بتكون حتى كمان مكلفه، عم بيكون في كثير عرقل، اصلا ما في تسهيلات نهائيا بالنسبه لحنا، ما في حقوق نهائيا اصلا نحن كلاجئين سوريين هون بلبنان. انا اول شيء ما كان عندي تثبيت زواج، كان عندي عقد شيخ بس، فبعدين لجأت لجمعيه وعملت ساعدوني هنا بانه اعمل اثبات زواج ونسب لحتى يكون عندي عقد زواج نظامي بالمحكمه اللبنانيه، ومن بعدها انا اخذت التوجيهات الكامله من هاي الجمعيه ورجعت كفيتها، وبعدين كان عندي مشكله بتثبيت اوراق بنتي بلبنان، لجأت لجمعيه نون فهني ساعدوني انه شال علي قسم كبير من الغرامه، يعني هي الغرامه لتسجيل الاطفال السوريين هي 100 دولار كانت، فأنا ما اضطريت إني أدفعه، فهني ساعدوني بهذا الشيء وصار عندي بيان عائلي وإخراج أيد للبنت. إلى جانب نشاطات عدة، قررت منظمة نون لبناء السلام وبدعم من الصندوق الكندي للمبادرات الفردية القيام بهذه الندوة بعدما لوحظ غياب المعلومات بين اللاجئين حول ملف تسجيل الزواج والولادات. الهدف من الجلسة هو توعية العائلات السوريين على أهمية تسجيل الولادات السورية وتثبيت الزواج بالأساس الأهم من تثبيت الأطفال. الناس ما بتعرف قيمة التسجيل لحتى يصير الطفل بالمدرسة يصير منه وثائق بصير يركض لموضوع انه صار ما نسجل الطفل بيكون مضى على صار عمره 5 سنوات والطفل مش مسجل. بناء على المشروع اللي اشتغلناه قبل كان مدته 3 شهور تقريبا من 1200 حالة بقضاء علي اللي واصلين الخانة 15 و16 عندنا 250 حالة والباقي لل 1200 هن مسجلين تقريبا نسبة 20% اللي هم مثبتين والباقي غير مثبت. تشير النشرة الأحصائية على موقع وزارة الصحة اللبنانية إلى أن الوزارة بدأت تسجيل ولادات اللاجئين منذ عام 2012، وفي سنة 2021 سجل في لبنان 100,000 ولادة، 40% منها لسوريين، وبحسب المتابعين ثمة عدد يضاهي هذا الرقم وربما أكثر لولادات تحصل يوميا خارج المستشفيات، وهذه لا تدخل سجلات الجدول خصوصا بعد عام 2019 بسبب الوضع الاقتصادي للدولة اللبنانية. لتلفزيون سوريا، نور طوق، لبنان. للمزيد معنا من بيروت مراسلة تلفزيون سوريا هناك نور طوق. نور، مساء الخير. يعني يقودنا هذا التقرير للسؤال أولا عن العراقيل التي تقف عائقا أمام تسجيل الزواج والولادات في لبنان، وهل هي من قبل الدولة أو من قبل يعني موجودة لدى الطرف الآخر اللاجئين نفسهم؟ نعم همام، يعني اليوم العراقيل يعني نحن نعلم أن هذا الملف هو ملف شائك جدا عند اللاجئين السوريين، ملف التسجيل، تسجيل الولادات الجديدة وتسجيل الزواج. في كثير من الحالات وفي مختلف المناطق اللبنانية التي تتضمن مجموعات كبيرة من اللاجئين السوريين يجري فيها الزواج عقد عند الشيخ من دون العودة إلى الدوائر الرسمية وتسجيل هذا الزواج، وبالتالي حين تحصل ولادة لا يمكن استتباع المعاملات الرسمية، أولا لأن الزواج ليس مسجلا، وثانيا لان يجب ان يقوموا بالمعاملات من الصفر وهم يعني يمتنعون عن القيام بذلك، اولا نظرا للتكاليف، وثانيا نظرا للتنقلات وصعوبه التنقل، وثالثا خوفا من التوجه الى الدوائر الرسميه في لبنان خصوصا عند السفاره السوريه. والسبب الابرز ايضا هو اليوم هناك يعني عده اسباب كما ذكرت، ولكن السبب الأبرز يكمن في التوجه إلى السفارة والتكاليف بالدولار الأمريكي والتوجه إلى الدوائر الرسمية. اليوم هناك مشكلة في النقل في لبنان، يعني معظم اللاجئين السوريين يقطنون في مناطق بعيدة جدا عن العاصمة بيروت وعن الدوائر الرسمية،
خصوصا بعد عام 2019 كما ذكرنا في التقرير، حين بدأت الأزمة الاقتصادية في لبنان، ومع بدء أزمة المحروقات وغلاء التنقلات في لبنان بات الوضع يزداد سوءا على هذا الصعيد. وفي الفترة التي يعني السبب الأساسي أيضا الذي أود ذكره لامتناع الأهل عن تسجيل أطفالهم أو تسجيل زواجهم هو عدم امتلاك الأهل أنفسهم الإقامة القانونية في لبنان. نحن نعلم أن اللاجئين السوريين في لبنان نسبة قليلة منهم جدا تحمل إقامة قانونية ويتم تجديدها كل عام، وهذا الأمر يمنعهم من التوجه إلى الدوائر الرسمية يعني خوفا من أن يتم توقيفهم من قبل الأجهزة الأمنية. إنها سلسلة ربما يعني مترابطة ببعضها البعض. نعم، ربما يصعب إحصاء هؤلاء من هم مكتومو القيد لو صحت تسميتهم كذلك، ولكن هل وثقتي أي حالات تتعلق بزواج غير مثبت أو غير مسجل، كذلك أطفال غير مسجلين، وهل تحدثتي معهم؟ ما وجهة نظرهم في هذا السياق قبل أن ننتقل إلى سؤال آخر نور باختصار؟ نعم، هما يعني اليوم هناك حالات كثيرة واجهناها خلال عملنا في المخيمات وخلال الجولات الميدانية التي نقوم بها. هناك أولا حالات زواج كثيرة تعقد من دون الذهاب إلى الدوائر الرسمية بسبب التكاليف أولا، وثانيا لتسريع هذه العملية يقومون بعقد زواج عند الشيخ ويقطنون في المخيم من دون الحصول على أوراق إلا لبعد ربما أعوام. ثانيا هناك عدد لا يحصى من الأطفال السوريين في لبنان للأسف الذين هم غير مسجلين في لوائح التسجيل بسبب يعني للأسباب التي ذكرتها سابقا، ما يمنعهم من أن يلتحقوا بالمدارس، ما يمنعهم ربما من حصولهم على مساعدة. تفضلي. يعني نعم، المشكلة الأبرز التي تظهر عند كل الأول من يعني العام الجديد هو التسجيل في المدارس. عدد كبير جدا من اللاجئين السوريين من الأطفال لا يمكنهم التسجيل في المدرسة بسبب عدم امتلاكهم للأوراق القانونية الرسمية، بسبب عدم تسجيلهم منذ ولادتهم. يصلون إلى عمر 4 سنوات و5 سنوات غير مسجلين، وحين يبدأون حينها بعملية التسجيل هناك غرامة عليهم على الأهل دفعها، ولذلك يتهربون في كثير من الأحيان، أو يعني ليس تهرب وإنما لا يملكون المال ليدفعون ذلك. هناك بعض الأهل الذين يتمكنون من الحصول على المساعدات من قبل جمعيات تعنى في هذه الملفات، وهناك عدد آخر أو أهالي آخرين لا يتمكنون من الحصول على هذه المساعدة، وبالتالي يعيش الطفل مكتوم القيد ولا يملك أوراق قانونية لسنوات عمره. نعم، لا أريد أن أطيل معك نور، ولكن يعني كنا نتابع التقرير حول مبادرة أطلقتها جمعية نون لبناء السلام، سمتها العيادة القانونية المتنقلة. ما الدور، ما الخدمة التي تقدمها هذه المبادرة؟ نعم، العيادة القانونية المتنقلة لمنظمة نون هي ليست بجديدة، انطلقت فيها منذ فترة، وهي تقوم بتقديم المشورة القانونية للاجئين السوريين في مختلف المناطق اللبنانية، وتحاول مساعدتهم لإتمام أوراقهم إن كانت الإقامة إن كان تسجيل الأطفال، خصوصا هذا الملف تسجيل الأطفال وتسجيل الزواج. هم يقومون بتقديم هذه المساعدة، وفي كثير من الأحيان يغطون التكاليف للاجئين السوريين لمحاولة استحصالهم على الأوراق اللازمة لتسجيل زواجهم أو أطفالهم للتمكن من ارتياد المدارس. يعني موضوع بغاية الأهمية والتعقيد في نفس الوقت. أشكرك جزيل الشكر على المعلومات، مراسلة التلفزيون سوريا في بيروت نور توق، شكرا جزيلا لك.